السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. ما هو مهم الآن هو كيف يريد أردوغان أن يقود تركيا في المستقبل. إذا كان يريد تغيير مساره فأنا أتطلع إلى ذلك، أما إذا ظلت مواقفه على حالها أو قريبة مما كانت عليه فحينها سأظل على موقفي بشأن رفض بيع طائرات F-16 لتركيا. مسألة السويد ليست سوى جزء من المعادلة، وكذلك أنهاء العداء تجاه اليونان الحليف والعضو في الناتو. إذا كان هذا هو الحال ويمكننا رؤيته من خلال الالتزامات الجوهرية والمؤشرات المختلفة التي ستحدث بالفعل، فهناك طريق للمضي قدماً على الأقل بالنسبة لي. النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: حصلنا على ضمانات بأنه بعد الانتخابات التركية وبغض النظر عن الفائز سيتم الاعتراف بالسويد كعضو في الناتو.